مساء الخير يا فخامة الرئيس، على حضرتك طبعا منورنا يا فندم ومشرفنا. مساء الخير على كل السادة الحضور الموجودين، سعداء يا فندم بتشريف حضرتك طبعا لصعيد مصر كله وبالتحديد المنيا عروس الصعيد. خليني يا فندم في البداية كأحد أبناء المنيا وأحد أبناء المنيا بجد يا فندم، أنا صعيدي بجد، مش صعيدي يعني صعيدي أصلي مش تايوان. أنا خرجت من البلد دي وأنا عندي 18 سنة، والحمد لله يمكن البداية بتاعتي كمان كانت بدايتي من أسوان يعني من الجنوب، وكمان الحمد لله كل أهل المنيا يعرفوا إن أنا بتواجد هنا على الأقل مرتين كل شهر. أنا ليه يا فندم بحكي لحضرتك وبقول إن أنا الحمد لله صعيدي أصلي؟ لأني الإنجازات اللي أنا شايفها في وجود حضرتك، وخليني أشكر حضرتك على الدعم الكبير لكل محافظات الصعيد مش بس المنيا، لأني أنا بشوف ده بعيني مش بسمع، شفت ده بعيني. لأني في وقت من الأوقات، وده يؤسفني، أني قبل كده كان الصعيد مهمش أو مفيش اهتمام بيه، ولكن في وجود سيادتك تعليمات سيادتك أعتقد أن احنا شفنا تطور كبير. ومن خلال الفيديو، من خلال الفيلم التسجيلي اللي احنا شفناه، شفنا الحمد لله الانجازات والنجاحات، وشفنا شبكة الطرق يا فندم اللي احنا كنا بنعاني منها، وشفنا الحمد لله كمان ان في دلوقتي مشروعات سكنية بقينا حاسين ان بقى في منيا جديدة جوه المنيا. فده يخليني يا فندم ان انا اشكر سيادتك على الدعم الكبير جدا جدا، لان فعلا حصل تحول كبير في المنيا. وانا لما قلت انا ابن اصلي مش تايواني المنيا، لان فعلا انا باجي واشوف بنفسي يا فندم، وكل اهل المنيا يعلموا ان انا متواجد لارتباطي بالمكان ولارتباطي باهلي هنا. فلما انا بتكلم بقول اللي انا شفته مش اللي انا سمعته يا فندم. فطبعا بنشكر سيادتك على الدعم الكبير ده لكل محافظات الصعيد والاهتمام بكل محافظات الصعيد. ولكن خليني كمان حضرتك ما نسيتش كمان الكوع والنجوع من خلال مبادره حياة كريمة لوجود أماكن آمنة وتليق بفعلا الإنسان المصري. فطبعا كل الشكر يا فندم لسيادتك، وكل الشكر على تعليمات سيادتك طبعا على الاهتمام بالصعيد وبأهل الصعيد كله. ولكن أكيد قبل ما أختم، أنا مش عايز أطول على حضرتك ومش عايز أطول على كل السادة الحضور، قبل ما أختم يا فندم، بما أني أنا بنتمي للوسط الرياضي، عايز أشكر حضرتك على الدعم الكبير اللي حضرتك دعمته لمشروع كابتانو مصر، لان فعلا لان احنا في الصعيد عندنا مواهب كتير وتستحق فرصه فعلا. واعتقد اني شفنا كابتانو مصر بدا يخلق فرصه مش بس لابناء الصعيد، لا لابناء المحافظات كلها على مستوى الجمهوريه. فاعتقد ان دي فرصه ان شاء الله باذن الله ان يطلع من عندنا ابطال يمثلوا مصر في كل الالعاب، وإن شاء الله يعلو من اسم مصر. أنا آسف للإطالة وبشكر سيادتك يا فندم، ونورتنا وشرفتنا وسعداء بيكم.